أربعة مصريين ولعوا في نفسهم من الذل ومن الجوع ومن الفقر ومن البهدلة اللي شايفينها بقالهم 30 سنة. أربعة من المصريين ولعوا في نفسهم، قالوا يمكن يحصل زي اللي حصل في تونس، يمكن نبقى بلد حرة، بلد فيها عدل، بلد فيها كرامة، بلد الإنسان فيها إنسان بجد، مش عايش كحيوان. النهاردة واحد منهم مات وأعلنوا موته، لقيت كل الناس واقفة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مات كافر، ده مات عايز شهرة. يا جماعة حرام عليكم، أنا نزلت وكتبت إن أنا بنت وهنزل ميدان التحرير وهقف لوحدي وهرفع يافطة يمكن الناس تحس، وكتبت رقم يمكن الناس تنزل. محدش نزل إلا ثلاث شباب، محدش نزل إلا ثلاث شباب وثلاث عربيات أمن مركزي، وكان الباقي جاي في السكة، وعشرات من البلطجية وظباط، وكانوا جايين بمنتهى الرعب، فضلوا يتكلموا معانا، بعدونا عن الناس يمكن بأسوأ شوية، بس أول لما انفردوا بينا قعدوا يقولوا لنا حرام عليكم، كفاية، إحنا منكم، إحنا من الشعب، الناس اللي ماتوا دول عندهم حالة نفسية، حالة نفسية حرام بقى، كفاية، اللي بيحصل ده كفاية، كل الجرايد وكل حاجة تبع الحكومة، أي حد بيموت من البهدلة والقرف اللي إحنا عايشين فيه، يتقال إن هو مات كده علشان عنده اختلال ولا مشكلة نفسية، مشكلة نفسية يروح عند مجلس الشعب. أنا بس بصور لكم فيديو عشان أقول لكم رسالة واحدة، عايزين ننزل يوم 25، لو لسه عندنا كرامة ولسه عايزين نعيش كإنسان وكبني آدمين في البلد دي، لازم ننزل يوم 25. هننزل نطالب بحقنا، بحقنا كبني ادمين، مش هقول لكم حقنا كسياسيين ولا عايزين ولا مهل الشعب ولا رئيس ولا اي زفت من الكلام ده كله، عايزين حقنا، مش عايزين اي حاجه ثانيه. الحكومه دي كلها بقت بايظه، رئيس فاسد والدنيا بايظه وامن دوله بايظ. الناس دي خافوا من، ما خافوش من الموت وخافوا من امن الدوله، خافوا من الفساد. تخيلوا انتوا برضو انتوا كده هتموتوا نفسكم ولا انتوا مش دارانين؟ انا هنزل يوم 25، من دلوقتي لحد 25 هنزل اوزع بيان على كل واحد في الشارع، ومش هولع في نفسي، لو الحكومة عايزة تولع فيا تيجي تولع، وكل واحد في البلد دي شايف نفسه راجل يبقى ينزل، لو كل واحد في البلد دي بيقول البنات اللي بتنزل مظاهرة بتتبهدل وما يصحش ان هي تنزل وحرام، يخلي عنده نخوة ورجولة وينزل يوم 25. كل واحد بيقول العدد هيبقى نازل قليل وما فيش حاجة هتحصل، عايز اقول له انت السبب في اللي احنا فيه. ايوه انت السبب، وانت مدان زيك زي الرئيس، زي اي فاسد، زي اي ضابط بيضربنا وبيبهدلنا، انت السبب. نزولك معانا هيفرق، ومش بيفرق حاجه بسيطه، لا بيفرق كتير. كلامك مع جيرانك ومع صحابك ومع زمايلك ومع اهلك، وانك تشجعهم ان هم ينزلوا، حتى لو هتنزلوا في منطقه مش في ميدان التحرير ولا قدام اللاذقلي ولا في اي حته، بس تنزلوا تسجلوا موقف وتقولوا احنا بني ادمين، ده بيفرق. قعدك في بيتك بتتفرج او بتشوف على الفيسبوك وبتتابع الاخبار، ده بيبهدلنا احنا، بيبهدلنا انا. لو انت عندك كرامه وانت انسان وراجل في البلد دي، يبقى تنزل، تنزل تحميني وتحمي اي بنت نازله. لو فضلت قاعد في البيت تبقى تستحق كل اللي بيجرالك، ومش انت لوحدك، انت هتبقى مدان، انت هتبقى مسؤول، وانت اللي عليك ذنب كبير قوي، ذنب البلد دي وذنب كل واحد عايش فيها، انت هتبقى شايل مسؤوليه كل واحد نزل الشارع عشان يطالب بحقه وانت قاعد في بيتك. انزل البيت، ابعت مسجات لاصحابك، اكتب على النت في كل حته، وعي. انت عارف الدايره بتاعتك، عمارتك لوحدها وصحابك وقرايبك، بس قول لهم انزل معايا، نزلهم خمسة ولا عشرة، لو كل واحد فينا نزل خمسة وعشرة ونزل بيهم لميدان التحرير او ميدان اللاذقلي او في اي حتة عشوائية حتى، ويتكلم الناس ويقول لهم بقى كفاية، بدل ما نولع في نفسنا تعالوا نتكلم ونسجل موقف، ده هيفرق، وهيفرق كتير قوي. اوعى تقول مفيش امل، طول ما انت بتقول مفيش امل هيبقى مفيش امل، طول ما انت بتنزل وبتسجل موقف هيبقى في امل. اوعى تخاف من الحكومة، خاف من ربنا، ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بنفسا حتى بقوما حتى يغيروا ما بانفسهم. ليه؟ ما مش علشان ان انت تبقى كويس وقاعد في حالك وماشي جنب الحيطه، الحيطه هتقع عليك وهتقع علينا كلنا. انزل وطالب بحقك وبحقي وبحق اهلك وبحقنا كلنا. انا نازله يوم 25 وهقول للفساد لا والنظام لا. الساعة دلوقتي 10:30 يوم 24 يناير 2011، بكرة يوم 25 يناير، اللي بقالنا كتير قوي مستنيينه، اللي كلنا تعبنا فيه بجد. وأحلى حاجة حصلت الفترة اللي فاتت
ان مش اللي شغالين على اليوم دوت سياسيين، لا ده كل الناس، كل مصري بجد تعب. مصريين كتير قوي من اول سن 14 سنه، 14 سنه يا ناس، ابتدوا يطبعوا البيان وابتدوا ينزلوا ويوزعوه بعد الصلاه، وزعوه في كل حته لحد فوق الستين والسبعين كمان. ناس كتير قوي قابلتها وزعت البيان في كل حته، في التاكسي وفي المترو وفي الشارع وفي المدارس وفي الجامعات وفي الشركات والحكومات، كل حته. مصر كلها مستنيه بكره. اكيد كل واحد فينا قاعد النهارده قاعد متوتر وخايف، ويمكن اللي قلقان، بس كلنا نفسنا اليوم بكره يعدي بجد وينجح وتبقى. انا بس اللي انا عايزه اقوله ان بكره مش هو ده الثوره، ومش هو ده اليوم اللي هنغير فيه كل حاجه، لا، بكره بدايه النهايه. بكره فعلا لو نجحنا وفضلنا صامدين مهما الامن عمل فينا، وفضلنا ايد واحده بكره بجد، كلنا جينا في ميعادنا وفضلنا بنطالب بحقنا بيوم سلمي تماما، هتبقى اول خطوه حقيقيه في طريق التغيير. اول خطوه هتوصلنا لحاجات كتير جدا، وهنتعلم منها بحاجات كتير. اصلا الفتره اللي فاتت دي بقينا ايد واحده، الحاله دي لوحدها ده نجاح لينا كلنا. كلنا لما نبقى فاهمين ان احنا لازم ننزل ونطالب بحقنا، ده نجاح. بكره ان شاء الله الساعه 2 الظهر في ميدان مصطفى محمود في جامعه الدول العربيه، كلنا هنتقابل مع بعض. في ناس هتروح الاول ميدان المطريه وفي دوران شبرا، وبعدين يجوا على هناك. كلنا هنتقابل مع بعض ايد واحده، يوم سلمي. اللي هيخرب ما يبقاش مننا، واحنا اللي هنمنعه، احنا اللي هنحمي بعض. هنحمي بعض يا جماعه، ايد واحده. كلنا بكره نبقى جايين عاملين حسابنا ان احنا نقعد اليوم كله او يومين او 3 ايام. لازم بكره نفضل مركزين قوي على المطالب بتاعتنا، مركزين قوي ان الصمود بتاعنا طول ما احنا قاعدين واقفين، مهما الامن حاول يشتتنا او يبعدنا، احنا قاعدين في المكان ده مش هنمشي الا لما المطالب بتاعتنا تتحقق. تمام يا شباب، كل واحد فينا يخلي باله من نفسه، والنهارده كلنا نصلي، مسلمين ومسيحيين هنصلي النهارده وندعي ربنا. ربنا الوحيد اللي قادر ينصرنا وهو اللي هيحمينا. طبعا بعد كده، بعد ربنا، كلنا ايدينا في ايد بعض، هنحمي بعض. انتوا عارفين الفتره اللي فاتت دي جات لي كميه تليفونات، وجات لي كل الارقام اللي موجوده من كل الناس بره مصر وجوه مصر. حاله جميله قوي، كلنا خايفين على بعض. انا كل ما حد بيكلمني بيعملني على اني اخته او بنته او اختها او بنتها او امه او امها. بجد انا حسيت ان انا بنت مصر، بجد حسيت ان انا بنتكم، حسيت ان انتوا خايفين عليا. عمري ما حسيت بالاحساس ده، وده اجمل احساس انا شفته في الدنيا. مستنيه اشوفكم بكره، هكون موجوده في الميدان الساعه 2 بالظبط، محدش يتاخر. كلنا هنرفع، كل واحد فينا جاي بعلم مصر معاه. العلم ده هو الغطا بتاعنا، هو ده اللي احنا نازلين معاه، وهنقول البلد دي بلدنا وحقنا. حقنا يا شباب ان احنا نطالب بحقنا في البلد دي كبني ادمين وكمصريين. بكره يا شباب هستناكم، بكره املنا، بكره حلمنا، اول خطوه في طريق حلمنا. هستناكم بكره. الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. هو ده الهتاف اللي كلنا كنا توحدنا عليه امبارح يوم 25 يناير 2011. الاف كتير جدا، ما عرفش وصلوا، يمكن يكونوا وصلوا المليون، ما عرفتش عدهم من كتر ما انا مش شايفاهم. مسيرات من كل حته، الامن ما عرفش يسيطر علينا من عددنا. اللي احنا عرفناه امبارح ان القوه للشعب مش للبلطجه، القوة للاتحاد مش للتفريق. احنا بجد عشنا امبارح احلى لحظات في حياتنا. عرفنا قد ايه ان الشعب الفقير المصري دوت مش فوضوي، زي ما الحكومة بتحاول ان هي تقول ان احنا شعب فوضوي، لو حصلت ثورة هتحصل فوضى. امبارح اللي كان موجود شاف قد ايه احنا كنا ايد واحدة بجد، كلنا خايفين على بعض. امبارح ما كانش فيه بنت اتعكست من كل الالاف دي كلها، مفيش حد سرق حاجة، مفيش حد مد ايده على حد، ما كانش فيه خناقة ما بين الاتنين امبارح. كل ده، كل الناس كانت بتحمي بعض، كلهم قلبهم على قلوب بعض. كان واحد يروح يجيب ازايز مية ويوزعها، واحد يجيب سندوتشات ويوزعها، حد بيجيب مناديل ويوزعها. كلنا كنا بنقول بجد تحيا مصر من قلبنا. حتى الارض، مطرح ما كان فيه ورق وكان فيه زبالة في الارض، كان فيه بنات كانت بتاخد مناديل وكاس وتروح وتلم الزبالة من على الارض بنفسها، بنات وولاد. هو ده الشعب المصري، الشعب المصري اللي احنا كنا كلنا بنحلم بيه من زمان. انا دلوقتي اقدر اقول ان انا فخورة ان انا مصرية، ونفسي بجد ابوس كل راس مصري، ابوسها من قلبي واقول له شكرا لانك مصري،
وشكرا لاني مصريه. امبارح عمري ما كنت ولا كنت هتخيل ان انا اشوف الحاله دي، بس احنا لازم نكمل. امبارح الامن فضل لحد الساعه 5 الصبح بيحاول يفرق الناس ويعتقلهم ويضربهم. امبارح شفنا بجد الرعب فيهم، رصاص حي ورصاص مطاطي وقنابل مسيله للدموع وميه ورشاشات ميه قويه جدا علشان تفرق الناس، بس ما تفرقناش، احنا لسه متحدين ولسه هننزل. النهارده يوم 26 يناير في مظاهرات في اكتر من مكان وفي اكتر من محافظه، وفي محافظات فعلا قدروا ان هم لحد دلوقتي يخلوا الوضع مستقر وهم اللي مسيطرين على الوضع، الشعب اللي مسيطر مش الامن. احنا لسه مشوارنا طويل بس خلاص قرب ينتهي، مش طويل قوي يعني، كلها كام يوم، كام يوم واحنا متحدين، كام يوم واحنا عارفين ان الاتحاد قوه، كام يوم واحنا عارفين ان القوه للشعب وقوتنا في اتحادنا. يوم الجمعه بعد صلاه الجمعه كل الناس هتنزل، اعملوا الدعوه، كل واحد فينا من دلوقتي يخبط على جيرانه باب باب ويقول له لازم تنزل، اوعى ما تنزلش، خلاص الفرصه جات لنا وخلاص انتفاضه الشعب قامت، خلاص احنا ما عدناش نقبل ان احنا نبقى كلاب، ولا عدنا ان احنا نقبل ان احنا نبقى شحاتين. حقنا وهيرجع، فلوسنا اللي بتتهب كل يوم هترجع، مصر خيرها كتير قوي والخير دوت هيرجع. سمعنا اشاعات كتيره قوي عن كلاب النظام، بس مش عارفين اذا كانت اشاعات بجد ولا حقيقه، بس مش هو ده اللي يهمنا. اللي يهمنا بجد ان احنا نفضل في الشارع ما نمشيش، نبات ليله اتنين تلاته مش مهم، المهم ان احنا كل يوم عن التاني بنضعفهم اكتر. كل واحد فينا من النهارده يركب في اي مواصلات فيها ويقول للناس يوم الجمعه بعد الصلاة كلنا هنتحد وكلنا هنمشي مع بعض في مسيرات وهنتجمع في الميادين، مش لازم حد يبتدي، علم مصر بس هو اللي معانا وهو اللي بيجمعنا. بعد الصلاة من الكنايس ومن الجوامع كلنا هنخرج في مسيرات وهنقعد ننادي على الناس ان هي تنزل معانا، لازم كل واحد فينا ينزل. العدد اللي نزل يوم 25 كان كبير جدا بس برضه مش كفاية، لازم يكون في اكتر. كل واحد من دلوقتي يفرز كده الموبايل بتاعه رقم موبايل رقم موبايل، يتصل او يبعت مسجات، الفيسبوك والتويتر بيحاولوا يقفلوه. هنعمل ايه؟ ملهاش حل تاني غير ان احنا ننزل في الشارع. كل واحد، الشباب انزلوا على القهاوي، خلوا الشباب اللي قاعده على القهاوي متعرفش اي حاجه عن اي بتنجان بيحصل في البلد، كلموهم وخليهم ينزلوا، فهموهم ان دي بلدنا، فهموهم ان قعدتهم على القهوه دي بسبب البطاله ومش عارفين يتجوزوا معهمش فلوس، قول لهم انزل وهتحقق حقي وحقك وحقنا كلنا، خلاص خلاص يا جماعه حلمنا اتحقق، بس فاضل شويه، فاضل شويه صبر. لو حد احبط ولا قال هم اقوى مننا، هم مش اقوى، هم بلطجه. انا دلوقتي وانا راجعه من ميدان التحرير كان في شويه ناس حوالي بتوع 1000 او 2000 واحد بيحاولوا يعملوا مظاهره وماشيين، والناس كلها عماله بتيجي معاهم، امن المركزي واقف على جنب هو اللي منظم المرور، واللي بيضرب فيهم شويه بلطجه بتوع تبع الشرطه، ماسكين شوم وعصيان وحاجات كتير قوي عاملين بيتظبطوا بفترة. هي دي الشرطه، البلطجه بتاعت الشرطه بتاعت العدلي، وحبيب العدلي لازم يتشال، وحكومه نظيف لازم تتشال، وحكومه مبارك اللي بقالها 30 سنه لازم تتشال، وهيجي واحد جديد بانتخابات نزيهه باختيار الشعب عشان السياده للشعب والقوه للشعب، وبجد ولازم كلنا من جوانا وباعلى صوت عندنا نقول تحيا مصر، تحيا مصر اللي احنا امبارح كنا كلنا بنعملها، كلنا بنقولها، كان اتحاد بجد، حلمنا بيتحقق. انا اسفه بس امبارح بجد في ميدان التحرير او في كل محافظه اللي نزل قادر يشوف ايه اللي حصل، اتحاد المصريين كله بجد كانت اجمل حاجه، كلنا كنا عيله واحده، اهل واحده، كلنا كنا خايفين على بعض، كلنا هننزل وهنوزع بيانات يوم الجمعة بعد الصلاة، مش هنسيب الأرض دي، مش هنسيبها للي سرقينها، الأرض دي والبلد دي هترجع لنا تاني، هترجع للشعب، والشعب يريد إسقاط النظام. أرجوكم يوم الجمعة هننزل. الشعب يريد